الاطفال ما بيكونش عندهم او ما بيكونوش مدركين ازاي يقدروا يتعاملوا مع البيت او الحاجات القيمه او حتى الممتلكات العامه اللي ممكن تكون موجوده في الشارع ممكن نلاقي البعض منهم طبعا بما انهم ما عندهمش هذا الادراك ممكن يتعامل مع حتى لو حاجه لي او ممكن حاجه في البيت او تكون حاجه قيمه ممكن يكسر اي حاجه في البيت ممكن ما يبقاش عارف ازاي او مش عارفين نغذي عنده فكره ان هو يقدر قيمه الاشياء ويتعامل معاها وميبقاش عارف مدى او حجم القيمه الكبيره للحاجه دي اللي هو ممكن يكون يتعامل معاها باستهتار يا محمد صحيح جمانه سؤال مهم جدا من ازاي اخلي ابني طفل ايجابي بيحافظ على كل حاجه موجوده في البيت وبره البيت كمان ازاي اخليه يتعامل مع الممتلكات العامه كانها ممتلكات خاصه يعني وهو ماشي في الشارع في المدرسه في النادي كل الممتلكات العامه دي هي ايضا ممتلكات خاصه لازم يتعامل معاها بتعامل كويس وتعامل جيد وما يبوظش حاجه او يخرب حاجه بايده بي دي نقطه مهمه جدا احنا عايزين نركز عليها في التربيه الحديثه ازاي اربي ولادي ان هم يحافظوا على كل ما يمتلكونه سواء داخل البيت او خارج البيت هنعرف تفاصيل اكتر مع دكتوره امل شمس استاذ علم الاجتماع بكليه التربيه جامعه عين شمس المنورانا ومشرفانا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الفل على حضرتك صباح السعاده والجمال على مصر كلها وعلى حضراتكم السؤال دايما بنساله الاطفال دايما بيبقوا اشقيه شويه في البيت وبيبقى عندهم كده حركه وباور وعايز يتحرك ويكسر صحيح. حاجه ويعمل حاجه وفي بعض الاحيان الاهالي بيقولوا دي حاجه كويسه ان ابني يعني عنده طاقه يعني طاقة. ازاي اخلي الطاقه دي طاقه ايجابيه وإزاي أخليه يحافظ على كل الممتلكات اللي موجودة دو جوه البيت الممتلكات الخاصة وحتى لما ينزل الشارع يحافظ على الممتلكات العامة كأنها ممتلكات خاصة في بيته تمام هذه آه، بضاعتنا ردت إلي مم. الطفل اللي أنا أربيه هذه بضاعتنا ردت إلي يعني اللي أنا بعلمه له وبنشأه عليه هو بيبقى الناتج بتاعي في تصرفاته وسلوكياته جوه البيت وبره البيت مم. يعني ما يعني اعتمد على ان انا ابقى قدوه مش ان انا ادي محاضره. مش خلي بالك الحاجه غاليه ما يجيش الاب ما يتعصب يشيل حاجه يكسرها. ما تجيش الام ما تتضايق معاها حاجه تقوم جايه رمياها. طب انت هتيجي تقول له حافظ على البيت خلي بالك دي غاليه عليا سواء ماديا او معنويا خلي بالك من دي طب ما انت اما بتزهق بتكسر طب ايه؟ اشمعنى انا يعني؟ فخليني اقول ان انا في تربيتي ابقى قدوه لاطفالي. خلي خلي بالي ان انا التصرفات الصغيره اللي انا بعملها جوه البيت الطفل ده عقله وهو زي صفحه بيضة احنا اللي بنسطر عليها احنا اللي بنكتب فيها بنكتب فيها احترامه للكبير تقديره للجماد قبل الكائن الحي انه يحافظ على على شكل جمالي موجود انه يحافظ على مكان نظيف انا اللي بعمل ده طيب اعمل ايه معاه مفترض ان انا تصرفاتي تبقى متناسبه مع اللي انا عايزه اوصله له عايزاه يلتزم بسلوكيات معينه ابقى انا مترجمه ليه ما يبقاش راكب عربيتي ومعايا حاجه عايزه اتخلص منها اقوم جايه في الشارع واقول له بعد كده حافظ على اوضتك خلي اوضتك منظمه ونظيفه طب ايه الاماره ما انت علمتني عكس ده مم. اما تقوم ابقى سوي سريرك وشيل حاجتك خلي بالك التصرفات الصغيره دي بتبقى هي المنطلق لان انا بنشا شخصيته على ايه شخصية مرتبة ولا شخصية مهملة وكل حاجة ترتيب السرير إنه يشيل هدوم ويحطها مكانه الحاجات الصغيرة دي هي مش ترتيب للسرير ولا ترتيب للهدوم مم. هي ترتيب لل... للمنهجية اللي بيتعامل بيها صحيح. مع البيئة المحيطة مم. مع الأشخاص ومع الأشياء الاثنين هيبقى هامجي هيبقى مهمل هيبقى تفكيره مش مرتب يجي بعد كده ما يكبر مش منظم وقته كويس ما هو منظمش حياته صحيح. كويس ما هو منظمش سريره يعني سريره اللي قام منه الصبح ولازم يبقى عارف ان هو لازم يسيبه مترتب حتى لو صغير قد كده عشان يكبر يبقى راجل كبير او بنت كبيره بيهتم بالجزئيه دي مش معتبر ان ده مش مش شغلانته وماما هتعمل او الشغاله هتعمل لا انا بديله اليات وطريق يمشي عليه ازاي تبقى تفكيرك منظم ازاي تبقى مرتب ازاي تبقى محدد اولوياتك انك صحي من النوم انت مستعجل طب هعمل اهم حاجة بسرعة يبقى انا اما اكبر شوية مسؤولياتي تكبر مهامي تكبر ابقى مسؤول في مكان ما انا عارفة ادير اولوياتي وادير وقتي ومرتب حياتي فخليني اقول ان انا في الـ 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 الادوات الصغيره والحاجات الصغيره في البيت قوم رتب سريرك اتكلم بصوتي انا بتكلم نفسي بصوتي انا بدير غضبي قدامه فهو بالتالي ما يطلعش طفل عصبي ما يطلعش طفل بيكسر اللي حواليه دون النظر لقيمته مش الماديه خليني اقول قيمته المعنويه ورده انا بحبها، فازه انا بقدرها، ده انا علمته انه يحترم اللي قدامه، انه يراعي مشاعره. التعامل مع اي شيء بشكل كويس في المطلق يعني. بالظبط طيب. كده، بالتالي لما يبقى في البيت كده هيطلع بره عارف انه لا اما يبقى معاه حاجه ما ينفعش انه يرميها في الشارع عشان كده بيلوث المكان، عشان هو شخص يتعلم انه يبقى مسؤول مش عشان حاجه هتشوفه او كاميرا هتسجله او مخالفه هتجيله، هي دي القضيه، عنده التزام. من جواه مش إلزام نتيجة قانون أو نتيجة مم. كاميرا شايفاه أو هتدي له غرامة كل الحاجات دي جميل. فبالتالي هيبقى بيتنا منضبط مم. شارعنا منضبط ممتلكاتنا العامة منضبطة فأنا الأساس عندي الأسرة جميل. <applause> أنت بتربيه إزاي طيب دكتور آه، الأطفال في أي بيت وحتى يمكن في ناس كتير قوي وهي صغيره كانت بتعمل كده مثلا غصب عنه كطفل ممكن يشخبط على الحيطه ممكن يكسر حاجه من غير ما ياخد باله ممكن يقطع حاجه يبوظ حاجه وارد ان ده يحصل تمام ازاي نقوم السلوك ده يعني ازاي نقدر نتعامل مع موقف زي ده من غير ما يبقى رد فعلنا مبالغ فيه وفي نفس الوقت من غير ما نستهين بيه يعني نقدر نوصل للطفل بشكل بسيط وشكل حازم برضو يقدر يفهم حب. منه ان ده غلط او صح. خلينا اميز بين موقفين، مم. هو قاصد ولا مش قاصد؟ عشان الرياكشن بتاعي رد الفعل بتاعي يبقى متناسب. هو مش قاصد لا انا المفروض ان انا بقى في مرحله توجيه بيشخبط الحيطه ودي, ودي الحب الاعظم لمعظم طبعا. الاطفال تبقى قدامه مم. كل الادوات اللي هو عايز يعني <applause> عايز يبرز المواهب كلها قدام كل الناس. <applause> لو انا حابب ده يعني هو حابب الجزئيه دي انا ممكن البي ده بان انا احط له بورد صغير صحيح. على الحيطه عيش حياتك على الحيطه واحط له حدود اكتب هنا وامسح واعمل تاني اللي انت عايزه خليني انا دايما ساعات اخده لمنطقتي وساعات اروح للزوم بتاعته مم. المنطقه بتاعته هو حابب انه يكتب عشان نبقى رايحين جايين نقول له الله ده جميل ده حلو <applause> خلاص يعني امشي معي حط له بورده على الحيطه صغير ما عندكش حاجه ورقه كبيره ورقه كبيره الزقها يكتب عليها اغيرها له الله دي جميله اشجعه حلو <applause> جدا دي هو مش قاصد وعمل اول مره لا حبيبي ما تشخبطش هنا طب خده ونضفها حتى لو هو <applause> عنده سنتين خليني اقول برضه لان انا هنا علمته المسؤوليه انت اخطات فعليك إصلاحه وانا اكون الرد الفعل بتاعي هادي لانه مش عارف أول مرة يعمل كده شاف حد بيعمل كده فعمل زيه. فخد نظفها يبقى أنت لو عملت مشكلة أنت اللي هت... أنت اللي هتزيل هذه المشكلة. أنت متحمل المسؤولية حتى من وأنا قد سنة سنتين أه بيفهم أه والله هو ذكي وده بني آدم مش مش عقله مش منقوص هو بيقدر يفهمنا كلنا ده حتى من قبل ما يتكلم وهو عنده شهور و... وواعي جدا. فأنا قومته مره واتنين واعمل ده طب هو مره كان متعصب وعمل قصد ان هو يضايقني او يقول ان انا مش هلتزم بالقاعده اللي انت حاططها لي وكده لازم يبقى يعني هنقول رد فعلي او عقابي بيتناسب مع كونها اول مره ولا المره ال20 ماجيش من اول مره انفجر ويبقى رد فعلي قوي جدا فبالتالي ابقى كسرته نفسيا يعني أو ضايقته أو عملت حاجز بيني وبينه أو هو أديته رسالة أن أنا بكرهك يعني مم. هو, هو بيترجم هو بيترجم مم. التعاملات كمان دكتور أمل أنه دايماً لما بيحصل غلطة كده حاجه تتكسر بتاع رد فعل الاهالي او الاب والام بيتعصبوا بسرعه يعني دايما طبعا بيبقى حاجات على, يعني على قد غلاوه الحاجه يعني على قد غلاوه الحاجه حاجه في البيت حاجه في النيش حاجة مثلا حاجه هديه جايه لي انا بعتز بيها جدا من حد حبيب عليا آه. بالظبط احنا لازم ندير انفعالاتنا آه. ليه؟ لان انا هنا في حاجه اسمها المعياريه م. يعني هو انا بعير بوزن رد فعلي على السلوك اللي هو عمله وهو بيعير السلوك اللي هو بيتصرفه طب انا عملت حاجه كبيره قوي وما عليها، طب انا عملت حاجه صغيره قوي وتعاقبت عليها عقاب كبير جدا، فانا بـ بـ بخلي له المعياريه دي متذبذبه، انا ممكن اعمل حاجه كبيره قوي مش هيكلموني عليها ده عادي يعني مش مش مشكله، وممكن لو عملت كده ممكن الدنيا فايه دا؟ طب هم ايه القواعد والثوابت اللي عندهم؟ إيه المفروض اعمل ايه وما اعملش ايه؟ طب في الحته دي بقى فبعمل له هنا كده تحس ان هو زي البورده كده بعمل له خلل في النظام آه. طب عشان نفهم اكتر ونقرب الصوره للناس، طب اشكال العقاب طبعا العقاب قدامه ثواب كمان لانه اللي هو ده طبعا منضبط ده وزي ما حضرتك بتقولي بيرتب سريره، ترتيب السرير ده هيخليه بعد كده يعرف يرتب اولوياته في الحياه صحيح. وافكاره. اشكال الثواب او المكافاه اللي ممكن اقدمها لاولادي ايه؟ واشكال العقاب والتدرج فيها ايه؟ حلو قوي في ناس احيانا بيبقى الثواب عندها مثلا لو انا طفلي بيقعد على الموبايل ودي حاجه سيئه يعني حاجه سيئه لانه بتمنعه من مساحه التعلم والاحتكاك بالبيئه والناس اللي حواليه فجانا عايزه اديله اسابه اقول له ايه بص انت لو رتبت سريرك انا هديك الموبايل تقعد عليه ربع ساعه او نص ساعه كارثه انا كده كارثه انا انا في الواقع عايزه ابعده عنه فانا مقلله له عليه فنديته يعني رسالة في ذهنه ان الموبايل ده هو ده المكافاه مكافأة. بالنسبه لك فانا عظمت دوره وعظمت مكانته عنده فهو باصص ان ده بقى هما بيمنعوا عني بس هو جايزه بالنسبه لي عشان انا بقيت كويس وعملت حاجه كويسه م. فلازم الاسابه هنا تبقى ماشيه مع مسار انا عايز اعلمه ايه م. انا عايزاه يقرا يبقى الاسابه كتاب, كتاب. انا عايزاه يحب العلوم او هو بطبيعته موهوب في قصه العلوم والتحليل والتركيب وانه يشيل ويحط هجيب له بازل وعلي صعوبة البازل مع الوقت عشان يقدر أنه هو سنتين ثلاثة عشر عشرين هو بقى ماشي معايا في السنوات دي انا بزود له صعوبة عشان أنميله قدرات ذكائه فبالتالي الاسابة هنا تيجي في المسار الاصوب مش الاسهل مش الاكثر حبا ليه هو بيحب ان هو يقعد على الموبايل فدي له الموبايل، لا حضرتك خده من المسار اللي انت عايز توجهه منه ان ده سيء وهيضيع له وقته ومش هيعلمه ومش هيدي له قيم ايجابيه وهيخليه سلبي وهيستقبل بس مش هيرسل ويتفاعل فما ما توثقش العلاقه بينه وبينه، بالعكس انت عايز تضعفها فتضعفها في مسارات تانية تعمل تقويه ليها عشان هو يحصل له كف بالمفهوم النفسي، لا هو هيقل اهتمامه بيه مش هيزيد فوانا <applause> بديله إسابة أديله إسابة في المسار الصح اللي بيخدم على مسار تربيته طب هنروح لجده لو هو أنا حاسة إنه هو يعني منسحب شويه من العلاقات الاجتماعيه، مش بيشارك، طب هنروح لخالته ونلعب مع اولادها، لو مم. هو شخص انطوائي وانا عايزاه اخليه يبقى اجتماعي اكتر وانه بيلعب وانه بيروح وانه بيجي، انا طب مش, مش ممكن بحبهم. ممكن يمثل ضغط للطفل يخليه يكره الحاجه او يبعد عنها اكتر؟ لا ما هو هن... انا ما هو دي شطارتي بقى، هيقول لي لا انا مش مش عايزه اروح عند خالته طب عايز تروح عند مين؟ أنا حددت المسار إن هو احتكاك اجتماعي عشان آخد مهارات اجتماعية لكن أنا مش عايزة أروح عند دول طب نروح عند مين؟ أديت له هنا مسار إنه يختار فهيبقى مسؤول عن اختياره ورحت في المنطقة اللي هو بيحبها بس بإدارة الأساليب اللي أنا عايزة أخليه ماشي عليها أو أو بمعنى أصح الأكثر إفادة بالنسبة لشخصيته في مراحل نموه سحبته من العالم الافتراضي اللي احنا كلنا او معظمنا بيعاني منه ان الطفل بينبهر مه. وممكن بقى تدخل له قيم سلبيه وقيم سيئه من خلال عالم الانبهار ده. مه. طيب للاسف في ممكن بعض اولياء الامور او بعض الاسر ما ياخدوش بالهم من فكره ازدواجيه المعايير، بمعنى انت في البيت هتوضب سريرك، هتحافظ على حاجتك، بس لو ماشي معاهم في الشارع وخرب حاجه ما ياخدوش بالهم اصلا ما يعني ما يقولوش حاجه ما يهتموش اساسا الطفل هنا بيتعامل ازاي او هيبقى هيبص اصلا للموضوع ازاي وايه الطريقه السليمه لو طفلي في الشارع كسر حاجه خرب حاجه خربش حاجه كتب على حاجه اتصرف ازاي؟ فاكر المقوله اللي ابتدينا بيها هذه بضاعتنا ردت, ردت إلينا. الينا ردت الينا انا علمته انك تبقى اناني في 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 الموقف اللي حضرتك قلتيه ده بيتك اه بيتك خلي بالك منه جميل حلو صح واطلع بره خرب م. هو مع الوقت اما يكبر هيبقى من ليا بيتي اللي هو مش بيت مش بيت بابا مش م. بيت اخواتي مش بيت عمي مش بيت خالي خلاص انا هبقى اناني وهخلي بالي من حاجتي واما اجي عندك مش مشكله لو افسدت حاجه او ولادي افسدوا حاجه عندك خلينا اقول ان المعياريه واحده، الانسان المحترم هو انسان محترم. <applause> الانسان المسؤول هو انسان مسؤول. الانسان المحب لمجتمعه، لبيته هو محب لوطنه. <applause> مفترض كده. فلازم الاب والام يبقى واعي بالقضيه دي. <applause> يعني احنا انا شخصيا بعلم ولادي وانا اتعلمت من كده ان انا حتى لو معايا حاجه هتخلص منها انا معايا شنطه بلاستيك جوه الشنطه ان انا دي هي سله المهملات <applause> بحط فيها لحد ما اروح لمكان. الشارع ما اساءش ليا عشان أسيء ليه مم. حتى لو في حد تاني اساء انا مسؤول مم. عن تصرفاتي انا عندي التزام داخلي مش مشكله لان مع الوقت كلنا الناس هيحصل زي ما في عدوى في الاشياء السيئه في عدوى في الاشياء المفيده مم. وخلينا نركز عليها مم. ان انا انسان بحترم نفسي بحترم بيتي بحترم الشارع بتاعي بحترم مدرستي فبالتالي انا كاب وام عليا هنا مسؤوليه كبيره مم. ان انا لو لقيته مره كان راكب العربيه معايا حاجه اقول له لا يا حبيبي ما ينفعش خلي بالك قشره الموز اللي انت رميتها دي ممكن حد ينكسر منها فانت خدت ذنب كبير جدا انك عطلته عن شغله أنها سببت له الم انا كده حسسته بالمجتمع اللي حواليه اللي اولهم انا كاب وام انه يبقى مدرك وحاسس بمشاعر بيراعي مشاعر اللي حواليه مش بس حاسس بيها فدايما اكلمه مش بدي محاضرات بس ابقى قصه ممكن مم. اخترع قصه وشوف سلوك قدامي قدوه سلوك حقيقي يعني على الارض خلي بالنا اه الستوري تيلينج حتى في مم. في التعليم حتى في نقل الخبرات من اعظم الحاجات زمان لما كانوا الجداد بيقعدوا يحكوا للاولاد رسخوا في شخصيتهم وفي عقلهم قيم ابديه ازليه ما بتروحش من ذهن الطفل صحيح انا ممكن لقيته اتصرف تصرف خطا انا مش هديله محاضره انا هحكي له حكايه <applause> بترد على التصرف ده. <applause> كان في حد رمى ده وحد وقع وانكسر وقعد شهرين اتألم <applause> اسرته ما لقتش ادي له او ابين له التأثير على المدى البعيد للسلوك <applause> الصغير اللي انت عملته. بتعيش معاه في ذاكرته طول العمر مش هينساها. مش, هينساها. مش هينساها غير ما اقول له امر مباشر او اوردر مباشر اعمل كده وما تعملش كده. كل اطفالنا بيتعلموا بطريقه غير مباشره أعلم الطريقه المباشرة. المباشره عشان كده قلت خلينا قدوه. ما هي مم. قدوة دي انا مش بقعد أدير محاضرة عن الاخلاقيات والمفروض مم. تمشي لا ما اقولوش حافظ على بيتك نظيف وانا امشي في الشارع ارمي أه 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 بتخلص من الربش عندي بطريقة مش مش سليمة في صندوقه او مم. في مكانه واجي اقول له حافظ على البيت نظيف حافظ على البيت نظيف ايه ما انت صحيح. البيت الكبير بتاعنا بره اللي في الشارع انت مش محافظ عليه يا بابا نظيف وانت القدوة بتاعتي وانت يا ماما القدوة انا بتعلم منكم فخلينا نقول ان البيت مدرسة ومدرسة صحيح. كبيرة جدا مش هينه ولا بسيطه في مهم. شخصيه بناء شخصيه اي طفل. جميل. طيب آآ آآ قبل الحوار كنت انا وجمانه معانا فقره على الهواء مع طالبه مشروع تخرج كليه اعلام آآ او آآ جامعه حلوان اسمه ملك عام يستحق الاهتمام. عزيزي. حمله كامبين كده حمله اعلاميه ان ازاي اوعي الناس باهميه الحفاظ على الممتلكات العامه. هي اتكلمت في المداخله انه في جانب قانوني مهم جدا ناس كتير ما يعرفوش ان هو ممكن يكتب حاجه او يعني يقطع حاجه داخل اتوبيس او يعني يخربش على حيطه معينه ان دي ليها اثر قانوني. ازاي انا من فكره اللي حضرتك قلتيها فكره الالتزام مش الالزام انه ابني وبنتي اقول لهم انه لا في حقوق للمجتمع في حقوق قانونيه انه مش بس عشان الوالد او الوالده قالوا اعملوا كده وما تعملوش كده لا انه في اثر قانوني ممكن يترتب صحيح. على خطا او سلوك خاطئ بتمارسه في المجتمع. ازاي انمي فيهم كده الاحساس انه لا في رقيب قانوني في المجتمع؟ تمام احنا ابتدينا الاول من الالتزام مم. مش 100% من الناس هتلتزم مم. اكيد في ده, ده الشرع العام يعني للحياه مش 100% في الناس هتلتزم في البعض اللي مش هيلتزم لازم يبقى ان في قانون بقى بيرد أيوة. انت مش هت مش هتترك ليك الامور على علتها مم. تعمل اللي انت عايزه بس خلينا اقول في ادوات للالتزام يعني في المواصلات العامه طب انت ايه الاليه انك هتضبطه في الشارع ممكن اقول لك في كاميرات في اماكن هيبقى فيه قانون وسافرنا لعواصم كتيرة في العالم العربي او بره في العالم في اوروبا تبص تلاقي الشارع في منتهى النظافه صحيح. تخاف ترمي اي حاجه الكاميرا لأن, على طول. لان الكاميرا مصوره وفي عقوبه وغرامه فوريه هتيجي وانت ماشي وهم عارفين كده فخلاص حتى اللي مش ملتزم مش عنده التزام داخلي هو ملتزم عشان القانون بيلزمه بغرامه فده في آليات في الشوارع لكن في المواصلات العامه لازم يبقى في آليه بقى هل هو السائق هيبقى متابع؟ هل اللي معاه؟ يبقى في إعلان عشان قبل ما تحاسبني علمني إنك لو رميت كذا أو في مخالفه هتدفعها في مخالفه هتعملها ويبقى في جديه في الجزئيه دي لأن من أمن العقاب أساء الأدب أنا أنا كاتب وانا رميته حدش قال لي حاجه، يا عم ده ده حاجات صوريه، فلازم يبقى فيه بدان حطيت معيار لازم اتابع المعيار ده، <applause> ليه؟ لان برضو السلوكيات السلبيه والايجابيه فيها عدوى، الناس هقول لك لا خلي بالك انت لو رميت حاجه هنا مش ه... زي المترو ما تدخنش في المترو عشان في غرامه كذا، ما تعملش خلاص بيبقى مع الوقت بتترسخ الناس اتعودت ان في سيستم معين يبقى انا هلتزم بالسيستم <applause> ده. أهم حاجة في السيستم أن يبقى فيه عقاب لحظيا على المخالفة مم. عشان ما تبقاش المخالفة صورية صحيح. ما بقاش كتبت كلام وما نفسته سواء في الشارع أو في المواصلة العامة أو في الجامعة أو في المدرسة وركز أساسا على التربية التربية دي خلينا أقول أنها بتطلع إنسان حتى متكامل نفسيا أما يشوف حاجة مش مظبوطة هو بيبتدي قومة حتى في نفسه صح. أو في اللي حواليه بس اللي هيخرج عن المسار لا في فريم هتتحط فيه وفي عقوبه ولازم تنفذ. طيب بشكل عام يا دكتور آه فكره ايجابيه التربيه، ازاي ممكن الاسره تقدر تربي آه آه اطفالها بشكل ايجابي مع مراعاه برضو <applause> انه طبعا في ظروف وفي ضغوط في الحياه وضغوط صحيح. شغل يعني واحنا بنتكلم اكيد احنا مش في اليوتوبيا يعني مش في عالم مثالي كل حاجه ماشيه هاديه وكل حاجه ماشيه خالص. كويس اكيد في ضغوط نفسيه وفي ضغوط حيح. بتبقى موجوده عند الاب والام خلينا اقول ان الاسره دلوقتي في وضع لا تحسد عليه الاسره الاسره نتيجه المتغيرات وما بقتش المؤسسه الاساسيه في التنشئه الاجتماعيه احنا عارفين ان عموما مؤسسة التنشئه الاجتماعيه في علم الاجتماع نقول هي اولويات واوليات الاسره المدرسة والجامعة مؤسسات التعليم وسائل الإعلام وسيلة تنشئة إن أنا بشوف نماذج إيجابية ونماذج سلبية عشان كده بنقول الإعلام عايز تنشأ ركز لي على النماذج الإيجابية نقل لي الصورة اللي الناس هتتخذها قدوة جامعات الرفاق الأربعة إلا أربعة دول مش بس بقت الاسره بس ولا الاربعه دول ده دخل فيها الميديا طب دخل فيها الانترنت يعني. دخل فيها حتى الشبكه, الشبكة النت نفسه انه يدخل يعمل سيرش انه يدخل على مواقع دي كلها بقت مكونات اللي هو الاعلام التقليدي والاعلام المستحدث او الحديث فدي كلها بتسحب البساط شويه من تحت رجل الاسره طيب انا دلوقتي بعاني هو بيشوف عالم يوتوبيا بقى عنده هنا كده الالعاب الجميله المناظر الرائعه اللي انا مش شايفها في الواقع فبنجذب ليها، تيجي انت تقول له ده صح وده غلط، في عالم ما بيقولوش في صح وغلط، كل حاجه صح في العالم ده، كل حاجه مقبوله ودي التحدي الاكتر، ممكن تتعلم حاجه لا اخلاقيه وهو معتبر ان العموميه اديتها المسار انها تبقى مقبوله. م. يعني انها موجوده على و... على التليفون الناس كلها بتشوفها يبقى ده صح مم. فهو انا لا ده غلط فهو يقول لك غلط ازاي ما كانش اتساب هنا وهو عنده سنتين او ثلاث سنين بتكلم عن شخص لسه بيتنشا او بيتعلم الصح والغلط الاسره عشان تبقى مش هقول مسيطره بس عشان تبقى ملكة زمام الامور في التربيه آه لازم تبقى اتوعت وعرفت وتعلمت ازاي تربي الاول خالص مم. من وانا بفكر في الارتباط في الأول تتعلمها الاختيار. بقى إزاي دي أنا آه هقول الاختيار الاختيار م. الاختيار الأولويات أنا كراجل أولوياتي أنا أنا هرتبط براجل وأنا بكلمه أولوياته إيه ده أناني ده بيفكر في نفسه بس الأنا عنده وبعد كده البيت والدنيا هتبقى حاجة هامشية لا دي ست مركزه قوي قوي في شغلها وده ده ده جميل بس لازم يبقى في بالانس في حياتنا مم. لازم أبيتي له جزء طب. شغلي له جزء انا شخصيا ان انا عايزه انمي نفسي ليا جزء متكاملين التلاته مم. بس ما فيش دايره بتيجي على حساب دايره مم. عشان كده بتبقى الشخصيه طالعه متوازنه مش شايفه بعد واحد في حياتها وناجحه فيه وفاشله في بقيه الابعاد مم. فبالتالي انا هبتدي حاجه لازم اقرا واتعلم عنها مم. اشوف كتب التربيه مم. اسمع يعني المهارات دي لو احنا بنسال سؤال كاب وام دلوقتي عايزين نتعلم مهارات التربيه الحديثه وازاي اخلي ولادي اطفال ايجابيين اتصرف ازاي؟ يعني هي مش بالكتب يعني ممكن اجيب كتاب عن ما هي اساليب التربيه الحديثه ايه المهارات بعين استاذ متخصص يعني في علم الاجتماع اللي ممكن اكتسبها كاب وام عشان تنعكس دي المهارات دي في تربيه الاولاد. حضراتكوا قلتوا من شويه الضغوط، الضغوط بتخلينا عصبيين مم. يعني دي اول حاجه لازم اكتسبها ان انا ابقى مسابر وعندي صبر وهادي لان الطفل بطبيعته مستفز مم. مستفز بمعنى ايه هو مش مستفز بيأذيني على فكره مم. هو عايز يتعرف على العالم صحيح إيه تبص تلاقي الدولاب يفتح ويطلع مم. هو مش بيشوف بيديق... العالم اللي حواليه هو مش بيضايقك هو بيشوف ايه اللي جوه مم. طب انا مرتب انا هعيط انا مرتب الدولاب الد... انا مرتب المكتب مرتب كتبي هو عايز يشوف ايه ده وكل ما انت بتحرص على انك تقول له ما تفتحش ده هو عايز يكتشف الفضول أكتر طبعا عنده فضول هو مش بي عندك هو عايز يتعلم ويشوف الحته الغاليه اللي انت بتقول له ما تروح لهاش فده منطق منطق حياته الاكتشاف عايز فعلا. يتعلم ده كائن ذكي عنده عقل فعايز يتعلم اللي حواليه فاول صفه عايز اكتسبها المثابره ودي صعبه لازم لازم اعلم نفسي عليها يعني دي عايزه مهاره قويه جدا عن قبل كده لإن كل مدى دواير اهتمامنا بتتسع. دواير اهتمامنا مش زي الأول كنت تلاقي الخبر عشان يوصل لك كده أنت الخبر لحظياً ده فيه كارثة في إيه؟ أنت إنسانياً بتتعاطف فممكن تبقى مضغوط صح؟ صحيح. طب في في دايرة شغلي في مشكلة فأنا انضغطت ضغطتين. طب في دايرة أسرتي في حد بيعاني فأنا عندي ضغط أعلى تاني فتبص تلاقيني حسيت إن أنا يعني مضغوط كدا. جداً ممكن ينفجر بنفس التعبير كده فتيجي انت بقى عمال تبوظ لي اللي انا عمال ارتبه فيعني الحلقه بلوقتي. ايوه تبقى الحلقه الاضعف مم. فتلاقيني بنفجر فيه لاني مش هقدر انفجر مع الضغوط اللي قبل كده تمام ف... فلا لازم ادير اول حاجه الهدوء وضبط النفس ادير انفعالاتي كويس جدا لان هو مش مسؤول عن الضغوط اللي عندي مم. خالص هو لازم له مساحه عندي لازم اديها له المثابره ان انا ابقى مدرك لقدراته هو شخصيا انه شخص كامل الاهليه للتعلم هو عنده عقل زيي بالظبط مع اختلاف الخبره م. فبالتالي لازم احترمه احترم تنوعه واختلافه أهيأ له البيئه لو في البيت ان انا اقفل كل الحاجات اللي خايفه عليها وادي له مساحه في حاجه مقفوله حاطط له الحاجات اللي هيكتشف م. هيفتح يلاقي اللعب بتاعته يبوظ فيها زي ما هو عايز دي مساحته بس هو شايف ان هو البيت محترمه مدي له مساحته ان انا لازم اقرا واتعلم ازاي اتعامل معاه لان خلي خلينا متفقين كل مرحله نمو ليها ادوات للتعامل م. ما يجيش طفل عنده سنتين بيسالني سؤال وجودي احنا جايين ليه احنا بنموت بنروح فين هو ربنا فين هتعامل معاه زي حد عنده 10 و15 سنه م. عايزني بالادله العقليه ابتدي اتعامل معاه واتكلم م. لازم ابقى انا بتعلم ازاي اتعامل معاه وانا ماشي معاه يمكن هي نقطه مهمه لحضرتك كلمتي عنها يا دكتور الحقيقه فكره ان الاسر قبل ما تبتدي انها تخلف لازم يبقى عندهم اهليه أولا للتعامل مع بعض، للتعامل مع الشريك وبعد كده نبقى مؤهلين أصلا إن إحنا نقدر نخلف. فكرة هدوء الأعصاب ده مش معناه إن هو لا مبالاة ولا معناه آآ 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 عدم اهتمام باللي بيحصل خالص بس زي ما كنت حضرتك تكلمي يا دكتور فكرة إنه إن أنا أقدر إن ده طفل صغير ما عندوش الأهلية الكاملة إنه يفهم لكن هو عايز يفهم صحيح. واللي أنا هوصله له هو اللي هيمشي معايا وده اللي هيكمل معايا بعيدا عن حتى هيكمل مع الطفل ده وان هو هيخرج شخص سوي نفسيا او لا ده اللي هيكمل معايا انا في البيت ده اللي هيكبر معايا انا في البيت فدي يمكن نقاط مهمه جدا زي ما حضرتك قلتي يا دكتور وهي بتبتدي فعلا من سن صغير قوي زي ما حضرتك قلتي هذه بضاعتنا ردت الينا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور صباح. امل شمس استاذ علم الاجتماع بكليه التربيه جامعه عين شمس شكرا لحضرتك شكرا شكر نورتينا وشرفتنا يا دكتور صباح الخير يا مصر.